في عناوين نشرة الليلة: جنبلاط من عين التينة، معهد رئيس نبيه بري محسومة لكن مع الغير بعدها مش محسومة. الطائف أقرت الدولة المدنية، ولكن نطلع من هالمزرعة بقى. أمراء الريدز إلى الحرية بفدية مالية. تم سوء فهم وتم تسويته، وأريد أن أبقى هنا لكي أنهي كل شيء ومن ثم أخرج والحياة تستمر. عقوبات الولايات المتحدة المالية لن تقتصر على حزب الله. قد تكون حسابات لأشخاص أجانب مسيحيين ربما لهم علاقة بطريقة أو بأخرى بتمويل، ربما تمويل تجاري عادي. مؤتمر سوتشي بلا المعارضة. كان قرار الهيئة بعدم القبول بالمشاركة في مؤتمر سوتشي. وفي فن الخبر: نهى الطرباي، مشوار الحياة انتهى. أنا اللي مشيت وياك مشوار الحياة، أنا اللي ذقت المر ما قلت شعور. أنا في ترانز: مونيكا تفسد نهار كلينتون. مانهاتن ran into Bill Clinton. You the best president, man. Trump gotta go. Trump gotta go, Bill Clinton. Trump gotta go. تفاصيل هذه العناوين وغيرها من الأخبار ترقبوها في النشرة بعد قليل. مساء الخير. ليس في الأفق ما يشي بأن جبل الجليد المرتفع بين بعبدة وعين التيني سيذوب في المدى القريب، وإن قلل رئيس الجمهورية ميشيل عون في مقابلة مع التلفزيون الكويتي من أهمية الخطابات عالية السقف التي بحسب قوله لم تؤدي إلى اندلاع النيران في لبنان. وإذ رشح عون أمير الكويت لنيل جائزة نوبل للسلام كقائد للعمل الإنساني، فإن حظوظ السلام منعدمة في العمل السياسي على ساحة الخلاف الداخلي. فحرب المؤتمرات التي اندلعت بين باسيل وعلي حسن خليل انتقلت إلى مناوشات بالتغريدات الحية، ومن دون أن يسميه رد وزير العدل سليم جريصاتي على قول وزير المال بالأمس ما حرفيته: لا نستطيع تفسير الدستور على طريقة المفتين الجدد الذين هم في موقع مسؤولية اليوم وقد ورطوا العهد. فغرد جريصاتي قائلا: المفتي الجديد لا يورط، أما المفتن القديم والجديد فيتورط ويورط، وآمل أن نكون جميعا من جماعة المفتين الجدد. عند هذه الصلية توقف الرد والرد المضاد، لتخترق الجبهة بزيارة رئيس اللقاء الديمقراطي وليد جنبلاط عين التيني مساء، حيث اختتم اللقاء بشر البلية ما يضحك. وإذ قال جنبلاط إن مبادرة الحريري لرأب الصدع بين الرئاستين راحت وضاعت، قال: أستدرك بأن لا أزمة مع بعبدة، لكن بري ركن أساسي من الطائف، وعلى الغير تذكر ذلك لتطويره لا لإلغائه. ولا بد من حل بعض المشكلات العالقة والخروج من هذه الدوامة والالتفات إلى الوضع الاقتصادي والمالي. ما بين التقليل من أهمية ما يجري ورفع سقف المزايدات في سوق الشعارات، فإن الحل بإيدكم عبر تطبيق المادة 95 من الدستور. وهذا الحل كفيل بوضع حد لكل الجدل القائم وقطع الطريق أمام كل طرف يفسر الدستور على هواه، لغاية في قلب عرقلة قيام الدولة الحقيقية المقرة في اتفاقية الطائف. ومن الطائف إلى طائفة الأمراء المعتقلين في فندق الريدز، حيث الغموض لف القضية من ليلة القبض على الفساد إلى قرارات الإفراج المتلاحقة عمن أطلق سراحهم. لكن الثابت أن ليس كل الذين اعتقلوا متورطين في نهب أموال الدولة، خصوصا أصحاب الوسائل الإعلامية. فبحسب ما نشرت فاينانشال تايمز، فإن الهدف من اعتقال أباطرة الإعلام من وليد الإبراهيم إلى صالح كامل والوليد بن طلال كان السيطرة على الإعلام أكثر منه استعادة الأموال، لكون المذكورين
استثمروا ثرواتهم في الهواء والأقمار الصناعية وليس في الدواوين الملكية. إذن النائب وليد جملاط يتحدث من عين التين عن تحليل انتخابية. أكد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جملاط بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة أنه يجب أن ننتبه إلى الوضع الاقتصادي والمالي، لا سيما أن سعر النفط يرتفع وفاتورة العجز سترتفع، ولا بد من حل بعض الخلافات بالتوافق والخروج من هذه الدوامة. وتحدث جملاط عن الانتخابات. حسمت تحالفات مع الرئيس نبيه بري وليد بري. مع رئيس نبيه بري محسومة، لكن مع الغير بعدها مش محسومة. نناقش بهدوء بتروي بصبر مع الغير، في التيار الوطني، في القوات، في الكتائب، في الحزب الديمقراطي، في الأحرار. عتبني دور شمعون ليش عم بنسى الأحرار، ما حدا بنسى الأحرار، في الأحرار، في الجماعة الإسلامية، في مين بعد بدك يعني هودي ما بقول جمعه، بدك تتشاوري مع الكل ومساحة التصويت يعني مساحة لائحة اللقاء الديمقراطي صغيرة، ما بقلك على كل لبنان، في شوف وعلي في بيروت وفي معبدة كمان، بعد ما قررنا شيء عم نتشاور، رسالة رايحة رسالة جاية. كيف؟ ماذا عن تفاعل الأزمة؟ ما في أزمة، بس في شيء أساس بالآخر. خلينا نتذكر يعني أنه بالآخر الرئيس بري ركن أساسي وركن تاريخي من الطائف، فعلينا أن نتذكر الغير أيضا اتفاق الطائف. أي مبادرة؟ المبادرة اللي أرسلها الرئيس الحريري راحت وضاعت. بدوره وتعقيبا على السجال حول مؤتمر الطاقة الاغترابية الذي سيقام في أذربيجان، أكد وزير المال علي حسن خليل في دردشة مع الصحفيين أننا لم نقل لأحد ألا يشارك في مؤتمر الطاقة، لكنه أشار إلى أن مندوبي حركة أمل سيشاركون في القداس وحسب، بناء على دعوة من المطران هناك. السلطات السعودية تطلق سراح الأمير الوليد بن طلال بعد الإفراج عن 4 أمراء من بينهم مالك مجموعة MBC. بعد أكثر من شهرين على اعتقاله مع عدد من الأمراء في فندق ريتز كارلتون في الرياض في إطار حملة مكافحة الفساد، أفرجت السلطات السعودية عن الأمير الوليد بن طلال بحسب ما كشفت مصادر عائلية لوكالة رويترز التي سمح لها بإجراء مقابلة حصرية مع الأمير الوليد منتصف ليلة الجمعة السبت، أي قبيل ساعات من إطلاقه، حيث توقع أثناء المقابلة الإفراج عنه في غضون أيام، وأعلن عزمه مواصلة الحياة في المملكة بعد ذلك. No charges. Okay. They just some discussions between me and the government, you know. I mean, but rest assured that this is a clean operation that we have, and we're just in discussion with the government on various matters, and that I cannot divulge right now because we are in confidential discussion with them, and we've been very cooperative because, you know, I'm in my country, I'm in my city, so I feel at home. So no problem at all here. I'm all the time here at this hotel. And everything has been fine, you know. I exercise, I stretch, I swim, I walk, and you know, I have my old diet food, so everything's fine. It's like home, and I call my family every day. I'm like my office here. So Kingdom Holding has investments nationally, regionally, internationally, and has, you know, the highest price tower in Jeddah, you know. And on CNN there was an interview recently that said that everything's moving on schedule. So all these investments are part of Kingdom Holding. So if I retain my ownership in Kingdom Holding, then obviously all the stakes will be retained because they are owned by Kingdom Holding. There's a misunderstanding, and it's being cleared. And I like to stay here until this thing's over completely and get out, and life goes on. الإفراج عن الأمير الوليد بن طلال أتى بعد يوم من إطلاق سراح 4 أمراء آخرين، وهم وليد الإبراهيم مالك مجموعة MBC، ورئيس الديوان الملكي السابق خالد تويجري، والرئيس السابق لهيئة حماية البيئة تركي بن ناصر، ورجل الأعمال فواز الحكير، وذلك بعد التوصل إلى تسويات مالية مع السلطات السعودية. وقال موظفون في شبكة MBC إن وليد الإبراهيم، وهو شقيق زوجة الملك الراحل فهد بن عبد العزيز، أطلق سراحه من الفندق وتوجه إلى منزله، حيث اجتمع ليلا بأفراد عائلته في الرياض. وفيما
لم يكشف بعد عن تفاصيل التسويات مع المفرج عنهم الأربعة، ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز في مقال نشرته قبل ساعات من إطلاق سراح الإبراهيم أن المفاوضين طلبوا منه التخلي عن ملكيته مجموعة NBC مقابل إطلاقه. رئيس الجمهورية في حوار مع التلفزيون الكويتي يؤكد أن علاقات لبنان بالكويت أخوية وممتازة ويتطرق إلى الإنجازات حتى اليوم. علاقات الشخصية التي تميز بها الشعبين اللبناني والكويتي من خلال التعايش في المواسم الصيفية وزيارات المتكررة للبنانيين العاملين في الكويت والكويتيين الذين يزورون لبنان كمصيف أو مكان استراحة واستجمام، كل هيدي على الصعيد الشخصي. أما على الصعيد السياسي، لبنان والكويت كانوا بنفس المواقف وفي نفس النهج، ما في طمع بالآخر ولا طمع بالآخرين، وكانت العلاقة طورت صارت أخوية وصارت جيدة جدا ممتازة، واليوم نحاول أن نجعلها أحسن. الحضور الدائم للمساعدة، فإذا هاي بدها يمكن تقدير من المجتمع الدولي ومنحه لسمو الأمير وسام أو جائزة نوبل للسلام. الانتخابات ستجري في أيار، طبعا قدرنا ثبتنا الاستقرار في لبنان والأمن والناس مطمئنين وأجواء الائتلاف وأجواء الديمقراطية، وإن كانت المعارضات حادة بعض الأحيان إنما الأمور سائرة جيدة. ولكن ما يقلقنا هو الوضع الاقتصادي، هو النزوح الكثيف إلى لبنان، حيث صار عندنا 50% من النازحين على الأرض اللبنانية من سوريا الشقيقة. ما في عندنا بنية تحتية تحمل القدر هيدا من النزوح، وكمان النزوح الفقراء بتعرف أنت بيعمل جو من عدم الاستقرار الأمني. أهالي العسكريين الشهداء متخوفون من عفو عام يشمل المسؤولين عن قتل أبنائهم ويطلقون صرختهم عبر الجديد. مثل كل يوم بقول لك صباح الخير محمد، هو حدا يفكر أنه نحن رح نتخلى عن قضيتكم، وحدا ينوهم أنه رح نقبل المساومات اللي عم تصير والتجارة اللي عم تصير بالسياسة. للأسف أنت رفقتك دمكم كتير غالي، ما رح نقبل أبدا بالعفو العام الشامل. نحن ما بنقبل الظلم، أقل شيء ممكن نعمله أنه نحصل على الإعدام اللي يتنفذ قدام كل الناس لتكون عبرة لكل إنسان سولت له نفسه بأنه يتوجه بأي أذى لأي عسكري. هو وعد أطلقه أهالي الشهداء العسكريين يوم كشف مصير أبنائهم المخطوفين لدى داعش، إلا أن الشعور بالخوف ينتابهم مع كل مطالبة علنية بعفو عام وشامل. أن يسمع أهالي العسكريين بهذه المطالب أمر لا بد من أن يحرك فيهم مشاعر الغضب، الغضب على سلطة قصرت يوما في تحصيل حق أبنائهم وهم لن يقبلوا أن يغدر بدمائهم مرة أخرى. أنا هاي اللي بتقهرني كلمة الشامل، العفو عام. نحن مع العفو العام، نحن بنعرف أنه في ناس تستحق العفو العام، ناس بالسجون ظلمت، نحن بنعرف أن الناس في تورطت بأمور تافهة خليني أقول لك، لكن الإنسان اللي أجرم وقتل وحط عسكري برقبته، حتى مش بس عسكري مدني، بأي حق هذا ممكن يتعامل معه كإنسان؟ هذا وصمة عار رح تنكتب عجبين كل السياسيين إذا هذا القرار تنفذ مثل ما عم ينحكى. ما تخلونا نتحول من أهالي شهداء لمجرمين موقفين بالسجون، قتلنا ناس قتلوا أبنائنا. يوم لا ينفطر فيه قلب حسنين المصري إزاء هذا المشهد، فكيف لهذا الشاب الذي تركه أخوه البكر في ربيع العمر أن يمر مرور الكرام أمام أخبار من هنا وهناك عن مطالبات بإطلاق سراح متورطين في قتله؟
على الإعلام بيقولوا شيء بيقول إنه مش شاملهم العفو للي متورط مع العسكري. بعد شوي بيطلعوا من وسائل الإعلام أو الاتصالات أو أي شيء اجتماعية بيطلع إنه أحمد الأسير في صفقة. عم بكرة مثلا طلعوا لك أحمد الأسير هذا الرأس الكمي مع المشترك ضد العسكري، شو خلوا لأبو طقي وأبو عجيني؟ هؤلاء اللي نحن حقنا عندهم. أنا ما إلي علاقة كحسنان المصري علي زاد استشهد بعرسيل، ما خص أحمد الأسير فيه، أحمد الأسير هو بعبره، هو أول من جيش ضد العسكري هو أحمد الأسير. تطلع بعد شوي إنه في صفقة شو؟ على الرغم من التطمينات إلى أن العفو العام لن يشمل من انغمست أيديهم بدماء شهداء الجيش، إلا أن الشك لا يزال قائما لدى الأهالي وسط عملية شد حبال بين أهال يتطلعون إلى مصير أبنائهم الموقوفين وآخرين يبكون شهداءهم تحت التراب. جوال الحاج موسى، قناة الجديد. دستور الطائف أقر دولة المدنية في المادة 95 منه، والسياسيون يسترجعونها عند الحاجة الانتخابية. في عندي نص دستوري المادة 95، أوكي؟ المادة 95 التي يحثنا رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل على قراءتها في خطابه عن الدولة المدنية ليست مادة مستحدثة أضيفت إلى الدستور اللبناني، لكن قبل كل انتخابات نيابية تعود هذه المادة وتلوح في خطابات السياسيين لتختفي لاحقا من فضاء السياسة اللبنانية. نحن ندعي كل العالم أنه يطلعوا عليه ويقروه ويتمعنوا فيه. إنها المادة التي تنص أن على مجلس النواب اتخاذ الإجراءات الملائمة لتحقيق إلغاء الطائفية السياسية وفق خطة مرحلية وتشكيل هيئة وطنية مهمتها إلغاء الطائفية وتقديمها إلى مجلسي النواب والوزراء ومتابعة تنفيذ الخطة المرحلية. قلنا لهم تعوا على الدولة المدنية هلأ وقتها. ما فينا نقول بدنا نلغي نروح نحكي بدولة مدنية ونروح نلغي بشكل مباشر مجلس الخدمة المدنية، وهون اللبنانيين لازم ينتبهوا، والدستور مش وجهة نظر، ما بيخضع لتفسير من غير صاحب الحق بالتفسير. توجهنا إلى المرجع الدستوري الوزير والنائب السابق إدمون رزق، فأكد أن الدولة المدنية فرضها الدستور وهي ليست وجهة نظر. حكينا بالمادة 95 عن إلغاء الطائفية توصلاً لإلغاء الطائفية السياسية، والدولة بدها تكون دولة مدنية بكل معنى الكلمة. بكل أسف كل اتفاق الطائف لم ينفذ، بحاجة لتطبيق الدستور الذي لا يطبق وتطبيق القوانين التي لا تحترم، سوء انتخابي وسوء سياسي. نحن عم نحكي قانون ومنحكي دستور، المطلوب أن نرقى إلى مفهوم هذه النصوص ومدلولها الحقيقي، وأتكون لدينا النية حتى نعمل دولة نطلع من هالمزرعة بقى. إذن المطلوب بحسب أهل الدستور الانتقال من المزرعة إلى الدولة المدنية، ومفتاح هذا التطور يكمن في تطبيق المادة 95 التي لا تحتاج لا إلى خطابات ولا إلى تفسير. ليال بوموسى، قناة الجديد. مؤتمر الاغتراب شماعة لتصفية الحسابات بين التيار الوطني وحركة أمل بعدما انتقل الخلاف السياسي إلى ساحل العاج. من لبنان إلى ساحل العاج، الخلافات السياسية تلاحق اللبنانيين. فالخلاف السياسي المستحكم بين التيار الوطني الحر وحركة أمل ينعكس سلباً على مؤتمر الطاقة الاغترابية المقرر عقده في الثاني من شباط في فندق إيفوار في ساحل العاج. وكان وزير الخارجية جبران باسيل قد صرح عن إعاز الحركة بمقاطعة المؤتمر، ليأتي الرد من وزير المال علي حسن خليل. بصير اتصال بأشخاص فقط شيعة للطلب إليهم أنه يصير فيه مقاطعة شيعية لحدث وطني لبناني عالمي. بدي أقول نحن لدينا الجرأة، لو كان لدينا قرار بأن نعمل على مقاطعة اللقاء لكنا أعلناه بكل وضوح. نحن مش معنيين بهذا الموضوع. رئيس الجالية اللبنانية في ساحل العاج نجيب زهر أصدر بيانا طلب فيه تأجيل المؤتمر ريثما يصار إلى تهيئة الظروف المناسبة وتخفيف الاحتقام بين أبناء الجاليات،
وهو ما يؤكده الرئيس الفخري للجامعة الثقافية اللبنانية في العالم أحمد ناصر. يعني وسائل الإعلام بشكل كبير عم تداول الخلاف الحاصل بلبنان، مما ينعكس سلبا وبالتأكيد على أبناء المؤتمر على الجاليات. طيب عم ينحكى بطوائف، يعني أنه هل الجالية بأبيجان محسوبة على طائفة معينة بدها تقاطع لبنان بلد التنوع. في أنا ضد الطائفية، ولكن عم تتفضل أنت نسبة المتواجدين بتأثر أكيد المناقشات السياسية والردود المضادة فيها نفس، فيها نفس طائفي يجب أن نتجنبه بتأجيل المؤتمر إلى حين حل هذه المسائل. الجديد تواصلت مع عدد من أبناء الجالية فأكدوا وجود توجه نحو المقاطعة متحفظين عن التصريح إعلاميا، فيما أكد القائم بالأعمال أن لا قرار بالتأجيل ولا بالإلغاء وأن الإعدادات مستمرة لعقد المؤتمر في موعده. فيما يعنينا نحن كسفارة مكفين بتنظيم المؤتمر للآخر وماشيين في أي موضوع تاني، موضوع مقاطعة أو غيره لأننا كسفارة بالشخصي ما بيعنينا. نحن كسفارة عندنا تعليمات واضحة نكفي بالمؤتمر وننظمه ونسد أي ثغرة تنظيمية بالشق التنظيمي للمؤتمر لوجستيكي عندك. بس لأنه في بيان صادر أكيد شفته أنت من رئيس الجالية. طبعا. طب هذا كيف بدك تعاطوا معه؟ بالنهاية يعني حرية الحضور أو عدم الحضور متروكة للمدعو. وزير المال لمح في كلامه إلى غايات مشتبه فيها لعقد هذه المؤتمرات، وباسيل يعتبرها إيجابية وأعرب في تغريدة له أنه متحمس للقاء المنتشرين اللبنانيين في أفريقيا وأن الهدف هو جمع اللبنانيين في العالم. خلينا كمان نقول نحن رايحين لبرا لنجمع الناس أو لنجمع شيء تاني، واللي بيعرف شو بده ينجمع بمثل هذه المؤتمرات. المؤكد أن البعض يعمل لإحباط هذا المؤتمر ومقاطعته، وبدلا من أن يعمل السياسيون لتقريب اللبنانيين في الداخل وصلت مشاكلهم إلى تفريقهم في بلاد الاغتراب، وما ذلك إلا لغايات انتخابية. هادي الأمين، قناة الجديد. بعد تسلم دونالد ترامب الرئاسة الأمريكية فعل قانون العقوبات الأمريكية على حزب الله المفروضة من أيام سلفه باراك أوباما. في أيلول سبتمبر عام 2017 أقرت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي مشروعي قانونين لتشديد العقوبات المفروضة على حزب الله، شملا تجميد الأصول وحجب التعاملات المالية ومنع إصدار تأشيرات السفر إلى الولايات المتحدة، إضافة إلى مؤسسات تابعة لحزب الله. العين الأمريكية على حزب الله بالمرصاد في لبنان والخارج وعلى كل ما يدور في فلكه. تتابع الإدارة الأمريكية مدى التزام لبنان وتطبيقه العقوبات المالية التي فرضتها على حزب الله الذي تصنفه منظمة إرهابية بهدف تجفيف منابع تمويله. التنبيه أو التحذير الأمريكي حمله إلى لبنان مساعد وزير الخزانة الأمريكية لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب مارشال بلينغسليا، الذي التقى رؤساء الثلاثة ومسؤولي القطاع المصرفي. فماذا في كواليس هذه الزيارة الاستطلاعية؟ وهل حزب الله وحده المستهدف؟ أولاً هو القانون مفروض على قنوات تمويل حزب الله بالعالم وليس فقط في لبنان، يعني المعني فيه وملاحق فيه كل قنوات تمويل بتصب بصالح حزب الله من مصارف أجنبية اجيت أو من دول أو حتى من أفراد. ثانيا مع صدور قانونين للعقوبات وإعادة إحياء أو تنشيط فريق العمل الخاص التابع لوزارة العدل بأمريكا يلي عم بيقوم هلأ بمهمة استقصائية بحثاً عن أموال أو تمويل حزب الله من أموال المخدرات، لازم نتوقع زيارات استقصائية تأتي في إطار تحقيقات تجريها الإدارة الأمريكية التي أعلنت حربها على حزب الله بشكل واضح تماماً. لازم ندرك أنه الطائفة الشيعية هي غير مستهدفة، المستهدف هو حزب الله. يعني أحزاب تدور في هذا الفلك، يعني أحزاب تيار وطني حر، حركة أمل، هيك
هلأ ما كتير القانون بيحدد هون المشكلة، لأنه سمى دول كيانات، يعني سواء كانت مؤسسات تجارية أو مصرفية أو وأفراد يعني. وفي بند كتير مهم بالقانون هو الاستنسابية اللي تركها للرئيس الأمريكي بتسمية قد يكون يشتبه هو فيه، قد تكون حسابات لأشخاص أجانب مسيحيين ربما لهم علاقة بطريقة أو بأخرى بتمويل، ربما تمويل تجاري عادي، ومن هيك بيصير في استقصاء وبحث يعني. وتبدو واشنطن جادة لبل عازمة على تطبيق قانون العقوبات على المقاومة التي لا تملك حسابات في النظام اللبناني المصرفي. من هي المصارف التي تطبق ومن هي التي لا تطبق؟ يعني شو النظام المصرفي اللبناني كله بيطبق وبيلتزم وأعلن سابقا بتطبيق قانون العقوبات الأمريكي، ما عنده خيار يعني، ما في عنا مصرف يختار التطبيق أو لا. للأسف أنه لبنان عم بيكون هو والقطاع المصرفي بالواجهة، رغم أنه أمريكا عم بتقول أنا عندي حرص على الاقتصاد اللبناني وعلى المصارف، أنه ما بدي ورطهم بهيدي الحرب، ولكن من الصعب عزل لأنه متداخل البلد صحيح، ولأنه حزب الله هو مكون أحد يعني أحد مكونات المجتمع بلبنان. ويلاحظ أن المصارف اللبنانية تكثف إجراءات المراقبة والتدقيق في عمليات فتح الحسابات أو حتى إغلاقها، وأن أي عملية تحويل مالي تحوم حولها شبهات تحال إلى هيئة التحقيق الخاصة بالمصرف التي تتبادل المعلومات بشأنها مع مصرف لبنان حتى تبقى التعاملات المذكورة آمنة. دارين دعبوس، قناة الجديد. أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه بعد عملية رصد ومتابعة دقيقة تمكنت قوة خاصة من شعبة المعلومات من توقيف اللبناني راء ألف مواليد عام 79 بتاريخ 22 من الجاري في محلة مجد العنجر، وهو مطلوب للقضاء بموجب عدد من المذكرات العدلية والقضائية بجرم الانتماء إلى تنظيم إرهابي وتزوير وتجارة أسلحة وتهريب أجانب. وبالتحقيق معه اعترف بتورطه في عملية تهريب الإرهابي ميم نون ألف من سوريا إلى لبنان، الذي كان قد كلفته قيادة تنظيم داعش الانتقال إلى لبنان والقيام بتفجيرات إرهابية في مناطق لبنانية عدة. واعترف الموقوف أيضا بتهريب 100 جهاز لاسلكي إلى مقاتلين في سوريا وتهريب أشخاص من سوريا إلى لبنان. توقيف بريطاني في مطار بيروت بحوزته أعلام لتنظيم داعش الإرهابي. ليندون بارتون هو الاسم الذي يظهر على جواز سفر حصلت الجديدة على صورة عنه. فمن هو بارتون هذا؟ بحسب معلومات الجديدة، أن جهاز أمن المطار أوقف البريطاني ليندون بارتون الذي تبين أنه يحمل جوازي سفر، أحدهما خال من أي ختم يدخل عبره الأراضي المحتلة، والآخر يستعمله لدخول الأراضي اللبنانية والدول العربية. كما وجد بحوزته 3 أعلام لتنظيم داعش، فضلا عن صور إلى جانب أليات عسكرية تخص التنظيمات الإرهابية وفيديوهات خلال إلقائه نوعا من المحاضرات الأمنية. وفي خلال الاستجواب قال إنه يحتفظ بهذه الأعلام للذكرى. وبعد الفراغ من التحقيق معه سلم إلى فرع المعلومات على أن تستكمل مديرية الاستخبارات في الجيش استجوابه لاحقا. وأفادت معلومات أمنية للجديد بأن بارتون موظف لدى شركة أمنية بريطانية تعمل في سوريا، وأن التحقيقات ما زالت جارية معه لمعرفة ملابسات القضية. بعد الإعلان، المعارضة في الطائف. جزين تجمع بري وعون. وعائلة حبيئة لا تزال تنتظر. وإلى فقرة ترندز مع الزميلة سرعت صالحة. هيني بأحلام، وهيني نقول لك شو الأفضل، وهيني نقول لك لوين فيك توصل وشو فيك تعمل، بس الحقيقة مش دايما هيني. الحقيقة مقابل كل قرار مناسب في ناس قراراتها ما كانوا بمحلهم، وفي ناس رجعت عم تبلش من أول وجديد. الحقيقة إنه ما في جواب واحد لكل شيء، بس منشتغل سوا تنوصل للحل الأنسب لإلك، لأنه نجاحك نجاحنا. الحقيقة هي منبلش سوا ومنكمل سوا. BBAC الاهتمام بالفعل. مرحبا.
ميزة جديدة عم يقوم تويتر بتطبيقها لتطوير طرق الإعلان عبر منصتها، ورح يصير بالإمكان الاستفادة من ميزة مومنتس، وهي عبارة عن سلسلة من التغريدات المختلفة سواء صور أو فيديوز من حساب واحد أو من حسابات مختلفة حول موضوع معين. ويلي رح يصير هو إمكانية اختيار المعلن لوحدة من هالتغريدات من أي حساب موثوق ومعروف ووضع إعلانه كصورة غلاف داخلها، وبهالطريقة رح تقدر تعوض المنصة عن عدم وجود محتوى يستفيد منه المعلنين داخلها، ورح توفر بالوقت نفسه أرباح لتتقاسمها مع أصحاب التغريدات يلي تم الإعلان من خلاله. ننتقل لصفحة على فيسبوك عم تحصل على رواج لطيار مصري، صفحة مخصصة للصبايا، وصفحة هالطيار مش لتعليم الصبايا أي من أسرار الطيران، وإنما للدفاع عنهم بوجه أي ابتزاز بيتعرضوا له على الإنترنت. محمد رفعت أو المعروف بلقب سفير السعادة اختار يدافع عن هالصبايا بكل الطرق الممكنة، هو ورافع شعار من كان منكم بلا خطيئة فليرميها بحجر، وبيساعدوا بهالمهمة الإنسانية 6 صبايا، 3 منهم بيشتغلوا بالمحاماة للمساعدة بتقديم الاستشارة القانونية، أما 3 الباقية فدورهم هو الرد على الاستشارات المستعجلة وإبلاغه بالمشاكل الصعبة يلي بتحتاج تدخل خاص منه شخصيا. وكل يلي على الصبية تعمله هو أنه ترسل قصة ابتزازها لسفير السعادة وهو رح يتكفل بالموضوع. أما أخيرا فرح أختم مع مقطع فيديو انتشر للرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون، هو وعم يتحدث ويرد على مجاملات شخص بسيارة مجاورة لسيارته، وعم يقول له أنت أفضل رئيس مرق على الولايات المتحدة وأنه ترامب لازم يرحل عن الرئاسة، ليتجاوب معه كلينتون بسرور ويعمل له باي ويشكره على حكيه، إلا أنه ساعات الرئيس ما كملت وردة فعله تغيرت تماما، بس ختم هالشخص حكيه وسأله عن مونيكا الصبية اللي ارتبط اسمه معها بفضيحة جنسية سنة 98، لما يكون من الرئيس غير أنه ينهي هالحديث مباشرة ويرفع شباك سيارته. Manhattan ran into Bill Clinton. You the best president, man. Trump gotta go. Trump gotta go, Bill Clinton. Trump gotta go. All right, have a nice day. To Hillary, I said, what up, Bill Clinton? All right, best president alive, man. How's Monica? Bill Clinton. Nigga put the window up. I said, how's Monica? ومع هالفيديو المحرج أنا بدي أودعكم، ولمزيد من التفاصيل تابعونا عبر صفحة ترينز على فيسبوك وعبر صفحاتي على فيسبوك تويتر إنستغرام سناب شات، وعلى أكيد ما تنسوا تتاج عند هاشتاك ترينز حتى نقدر نتابع أخباركم ونقولا بنشرات لاحقة. باي. في 24 تشرين الثاني 2017، وبعدما أعلن الملك سلمان بن عبد العزيز تأليف لجنة مكافحة الفساد برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، احتجزت السلطات السعودية عشرات الأمراء والوزراء الحاليين والسابقين ورجال أعمال في فندق ريتز كارلتون. كان من بينهم مالك مجموعة MBC وليد الإبراهيم، ورئيس الديوان الملكي السابق خالد التويجري، والرئيس السابق لهيئة حماية البيئة تركي بن ناصر، ورجل الأعمال فواز الحكير، الذين أفرج عنهم اليوم بعد التوصل إلى تسويات مالية مع السلطات السعودية. من بين الأمراء ورجال الأعمال الذين سجنوا في فندق ريتز كارلتون في الرياض، أفرجت السلطات السعودية عن 4، حيث قيل إن بعضهم وافقوا على تسويات مالية أو تخلوا عن حصصهم في شركاتهم في مقابل الإفراج عنهم. من بين هؤلاء وليد الإبراهيم، مؤسس مجموعة MBC التي يبدو أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يخطط للسيطرة عليها، حيث أشارت صحيفة فاينانشال تايمز إلى أن الرياض طلبت إلى مؤسس القناة التخلي عن حصصه فيها مقابل الإفراج عنه، وأن من العروض الممكنة للإبراهيم استمراره في إدارة القناة بعد سيطرة ولي العهد أو الدولة عليها. والإبراهيم كان قد أسس قناة MBC عام 91 في لندن، وهي تعد إحدى أكبر الشركات في العالم العربي، وتسيطر على 50% من سوق الإعلام في المملكة العربية السعودية. أما الأمير تركي بن ناصر الذي أفرج عنه هو أيضا، فيرتبط اسمه بمشروع اليمامة الذي أقدمت عليه السعودية عبر شراء مقاتلات من الحكومة البريطانية عام 85، قدرت حينذاك ب50 مليار جنيه، في صفقة هي الأعلى في تاريخ بريطانيا. وكان للأمير تركي نصيب من التهم والشبهات التي حامت حول الصفقة بتورط الحكومة البريطانية في دفع رشاً بقيمة 6 مليارات جنيه استرليني لأعضاء في العائلة الحاكمة آنذاك، وتحصيل الأمير مبالغ كبيرة كعمولات،
وكان تركي بن ناصر المتزوج من ابنة ولي العهد ووزير الدفاع السابق الأمير سلطان بن عبد العزيز قد تدرج في مناصب عدة في سلاح الجو السعودي قبل أن يجري تعيينه رئيسا للأرصاد وحماية البيئة بمرتبة وزير. ومن الذين أوقفوا وأفرج عنهم أيضا بعد استعادة الأموال المنهوبة بحسب الفاينانشال تايمز رئيس الديوان الملكي السابق خالد تويجري الذي كان الحاكم بأمره، وقد استمرت الاتهامات بفساده حتى بعد الإفراج عنه. وهو شغل المنصب في عهد الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز قبل أن يعزله الملك سلمان بن عبد العزيز عندما تولى الحكم عام 2015، وعين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز رئيسا للديوان الملكي. ومعلوم أن تويجري على علاقة جيدة بآل الحريري وبخاصة رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري. أما الاسم الرابع فهو رجل الأعمال فواز الحكير صاحب واحد من أكبر القطاعات التجارية السعودية. كانت السلطات السعودية قد قررت تجميد حساباته في حملة مكافحة الفساد الأخيرة. استقبل الرئيس حسين الحسيني في منزله في عين التيني رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل، وكانت مناسبة لاستعراض الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة، ولا سيما المساعي المشتركة لإقامة الدولة المدنية ومؤسساتها الكفيلة حماية الحريات العامة التي هي معنى لبنان، فضلا عن العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع اللبنانيين وإيجاد الوسائل الكفيلة فرض تطبيق أحكام الدستور وإخضاع المسؤولين والمواطنين جميعا لسيادة القانون بما يضمن تعزيز وحدة لبنان وعيش أبنائه المشترك وتحرير أرضه وتأمين سيادته واستقلاله، وبذلك يستطيع لبنان القيام بدوره لخيره ولخير محيطه العربي. النائب زياد أسود يؤكد في مؤتمر صحفي أن جزين ستبقى الساحة السياسية الأولى في العلاقة بين رئيسي الجمهورية ميشيل عون ومجلس النواب نبيه بري. السياسية الأولى في العلاقة بين فخامة الرئيس والرئيس دولة الرئيس نبيه بري، كان على المستوى السياسي أو الانتخابي وربما على المستوى الشخصي. جزين ستكون ساحة معركة سياسية انتخابية دستورية إنمائية حقيقية. مين بيربح فيها؟ الناخب الجزيني. تراشق الإعلامي هو تراشق سياسي وفي مواقف مختلفة. نحن عنا مبادئ وأسس وجوهر في العمل السياسي والدستوري، والفريق الآخر عنده نقيض أفكارنا السياسية، ولكن هذا لا يمنع أنه بعد ما في مساحة مشتركة بين الفريقين. أكد رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي العمل على أساس أن الانتخابات النيابية حاصلة في أيار، وأنه سيخوضها تحت شعار العمل لمصلحة طرابلس والشمال وكل لبنان. نحن دائرة طرابلس والمنيا الضنية، والمنيا الضنية إخوة، ونحن بعتقد عائلة واحدة. عدة مرات جربوا يفصلوا منية ضنية عن طرابلس، لا تفصل منية ضنية عن طرابلس، لها نوابها ولكن نحن واحد. هدفنا نألف فيما بعد كتلة واحدة، هالكتلة معنية بموضوع الشمال، معنية بأهل الشمال. في بعلبك آل مشيك يشيعون ابنهم الذي قضى على حاجز التويتي ويطالبون الدولة بكشف ملابسات ما حدث. شيعت بلدة الزعارير في بعلبك ابنها علي محمود مشيك الذي قضى على حاجز قوى الأمن الداخلي في التويتي. أحد أقارب الضحية روى للجديد ما حدث على الحاجز مناشدا الدولة ومحذرا من ردة فعل لا تحمد عقباها. نحن على فكرة نحن طلبنا لجنة أطباء شرعيين اجوا كشفوا على الجثة، وتبين أنه في رصاصة هي جاية بالسبابة تعوله بالأول، اللي هو كان حط ايده الظاهر على الديركسيون السيارة، ومن هذا اصبعه اجت رصاصة بصدره ووصلت لحدود ظهره وفجرت بظهره. طبعا هي اخذت بطريقها كذا اصبع. من هون نحن منقول كالاتي، نحن ما حابين نقول اي شيء غلط، نحن تحت سقف القانون. لما القانون ما بده ياخذنا حقنا نحن جاهزين أن ناخذ حقنا، لأنه نحن منحمل مسؤولية كاملة للعسكريين اللي كانوا موجودين على الحاجز كاملين بعددهم وبكل موجودتهم. لذلك منتمنى من الدولة اللبنانية عموما بدون استثناء كشف حقيقة من قتل مغدورنا المرحوم علي محمود مشيك. أنا والد المغدور، لا أريد منكم إلا معرفة الحقيقة
لماذا قتل ولدي ومن قتل ولدي. أنا بطلب من أشرف الناس، من أشرف الناس بطلب يبين لي حقي. بس الآن أما المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي فأكدت في اتصال مع الجديد أن مشايك لم يمتثل لأوامر العناصر وحاول الفرار ما دفعهم إلى إطلاق النار، وقد تم توقيف 5 عناصر والتحقيقات جارية لكشف ملابسات الحادث. قداس في ذكرى اغتيال الوزير السابق إلي حبيئة، وأسرته تنتظر العدالة في قضيته. واقبل منا هذا القربان. رأى رئيس الحزب الوطني العلماني الديمقراطي جوح بيقة أن التوازن بات اليوم واقعا، وأن زمن الإحباط والتهميش قد ولى، وعليه لابد من بدء مرحلة بناء الدولة التي يجب أن تكون على مستوى طموح الأجيال. كلام حبيقة جاء في خلال قداس ذكرى اغتيال الوزير والنائب السابق إلي حبيقة ورفاقه الذي أقيم في كنيسة قلب يسوع الأقدس بدارو برئاسة راعي أبرشيات بيروت للموارنة المطران بولس مطر. يعتقد المسيحيون اليوم أنهم خرجوا من منظومة التهميش التي فرضت عليهم بعد اتفاق الطائف، ويعتبرون أنهم استعادوا اليوم حقوقا ضائعة أو غيبت أو همشت، وسواء شاطرناهم الرأي أو خالفناهم فهم استطاعوا نتيجة عوامل وظروف متعددة أن يثبتوا توازنا وأن يصلوا بمن احتل القمة في التكتل النيابي المسيحي الأكبر إلى رأس الجمهورية. وعلى مستوى قضيتنا فإننا ننتظر أداءه ونتائجه في تحريك ملف جريمة اغتيال إلي حبيئة ورفاقه فارس ووليد وديمتري. نعدكم أننا سنكون إلى جانب كل من كان مؤمناً أو أميناً، وسنخوض سوياً معترك النضال السياسي والاجتماعي لنحقق الوعد. وأشاد حبيقة بشجاعة الجيش في حماية الوطن وهزم الإرهاب. بعد الإعلان، الأكراد بين جبهتي واشنطن وأنقرة. استهداف جديد لحي السفارة. أهلا من جديد. المعارضة السورية ترفض المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي، والأمم المتحدة تحسم أمر مشاركتها. كان قرار الهيئة بعدم القبول بالمشاركة في مؤتمر سوتشي عقب اختتام الجولة 9 من المحادثات السورية برعاية الأمم المتحدة في العاصمة النمساوية فيينا. أعلن رئيس هيئة التفاوض السورية المعارضة نصر الحريري مقاطعتها لمؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي المقرر عقده في مطلع الأسبوع المقبل بدعوة من موسكو، بعدما صوتت ضد المشاركة في مؤتمر سوتشي بأغلبية 26 صوتا من أصل 36. وأوضح الحريري في مؤتمر صحفي أن القرار جاء بعد جولة كانت في أغلب دول العالم ومفاوضات دخلت في أدق التفاصيل فيما يتعلق بمؤتمر سوتشي المقرر عقده بين 29 و30 من الشهر الحالي. نتمنى من أعماق قلوبنا أن تكون أي مبادرة في جهد جماعي دولي حقيقي للوصول للحل السياسي بناء على 2254 وبيان جنيف 1 الذي يضمن الانتقال السياسي العادل. وبعد تلقي تقرير من المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي مستورا بأن نتائج الحوار الوطني السوري في سوتشي ستنقل إلى جنيف كمساهمة في عملية تسوية بين السوريين وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، قبل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس دعوة روسيا إلى حضور المؤتمر. وأوضح السكرتير الصحفي للأمين العام ستيفان دوجاريك في بيان أن دي مستورا يحضر مؤتمر سوتشي لتمثيل الأمم المتحدة. وكان رئيس وفد الحكومة السورية إلى مفاوضات فيينا بشار الجعفري قد أعلن رفض دمشق القاطع لوثيقة مجموعة الدول الخمس التي تبنتها المعارضة لإحياء العملية السياسية في جنيف حول سوريا. يسمى الورقة غير الرسمية بشأن إحياء العملية السياسية في جنيف بشأن سوريا، هذا هو عنوان الورقة. هذه الورقة غير الرسمية مرفوضة جملة وتفصيلا ولا تستحق الحبر الذي كتبت به، لأن شعبنا لم ولن يقبل بأن تأتيه الحلول بالمظلات أو على ظهر الدبابات.
ورفضت منصة موسكو بشكل قطعي مناقشة وثيقة مجموعة الدول الخمس، ورأت فيها انتهاكا خطرا لحق الشعب السوري في تقرير مصيره، وكذلك انتهاكا للقرار رقم 2254. أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالن اليوم أن الولايات المتحدة أكدت لأنقرة وقف تزويد وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا بالسلاح. وأشار المسؤول التركي إلى أن مستشار الأمن القومي الأمريكي ماك ماستر أبلغه مراعاة واشنطن للمخاوف الأمنية لتركيا التي وصفها بالمشروعة مع استمرار التنسيق المستمر بين الطرفين. ويأتي هذا التطور في وقت يواصل الجيش التركي قصفه المدفعي مدينة عفرين ومحيطها شمال سوريا للأسبوع الثاني على التوالي، كما يطرح تساؤلات عما إذا بدأ الأمريكيون بالتخلي عن الأكراد اليوم كما تخلوا بالأمس عن مسعود البرزاني. أعلنت وزارة الصحة العامة الأفغانية مقتل أكثر من 90 شخصا على الأقل وإصابة 140 آخرين من جراء تفجير هز اليوم وسط العاصمة الأفغانية كابول. وفيما تبنى الطالبان التفجير، أوضحت قناة تولو نيوز الأفغانية أن التفجير وقع أمام المقر القديم لوزارة الداخلية. ونقلت عن المتحدث باسم الوزارة أن العبوة الناسفة كانت مزروعة في سيارة إسعاف فجرت بعد عبورها أول حاجز أمني في المنطقة، فيما أفادت وكالة رويترز بأن الهجوم وقع في منطقة تنتشر فيها السفارات الأجنبية والمباني الحكومية بما في ذلك مقر مجلس السلم الأعلى، وأشارت إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع. والآن إلى فن الخبر مع الزميلة دارين شاهين. مرحبا. بعد تواجده بباريس وإصابته بنوبة قلبية، الفنان نهاد طرباي بفارق الحياة. أنا اللي مشيت وياك مشوار الحياة، أنا اللي ذقت المر ما قلتش أنا اللي ضاع عمري خلاص في الحب والإخلاص معاك يا عز الناس. بعد وصوله إلى مطار شارل دوغول أمس، تعرض المطرب اللبناني نهاد طرباي إلى ارتفاع بالضغط وتم نقله إلى المستشفى، حيث فارق الحياة بباريس ليلة الجمعة عن عمر 67 سنة. يعتبر طرباي ابن بلدة صوفر من الجيل الطرب الشعبي، انشهر بمرحلة الستينيات الفنية وكان أحد أبرز من صار على خطى الفنان الراحل فريد الأطرش. بدنا نقول أنه اليوم مميز أستاذ نهاد طرباي، حضرتك اليوم بتكريم كتير مهم، شو بيعني لك هالتكريم؟ بتعني لي فرحة كبيرة ونفس الوقت مسؤولية أكبر. يعني فنان مثل فريد الأطرش بده الإنسان يحضر نفسه ويسكب كل ما فيه عطاء الله من موهبة من إحساس وشعور وعطاء وصوت، وينتبه لكل حرف بغني لفريد الأطرش. شعور لا يوصف، أني أنا بأسعد لحظات حياتي، وخصوصا بدي واجه جمهور عريق لأنه كان جمهور مميز. أنا اشتقت لكم كتير وقررت أني زور فرنسا زيارة وإقامتي تكون ببلدي لبنان. نعم عكست الأمور، يعني الحمد لله الله قدرني أني زور فرنسا زيارة وإقامتي تكون بلبنان بدل ما أكون هناك إقامة وهون زيارة. بدأ مسيرته الفنية بسهرات جبلية قبل ما ينطلق بالإذاعة اللبنانية بالسبعينيات مع أغنية أنا فلاح وأبويا فلاح. بلغ قمة شهرته بالثمانينيات من خلال أغنية بدنا نتجوز على العيد لتخطط حدود لبنان وحققت انتشار واسع بالدول العربية. نعمل سهرة كبيرة بدنا نعزم أشهر أغاني يا أميرة يا بنت الأمرة، لبنان يا حبنا راجعين لك راجعين، وطيب جدا مشوار الحياة والقمر مسافر. هيدا كان كل شيء بالنسبة لنشرة فن الخبر. كان في النشرة جنبلاط من عين التيني،
معهد رئيس نبي بري محسومة، لكن مع الغير بعدها مش محسومة. الطائف أقرت دولة المدنية، ولكن نطلع من هالمزرعة بقى. أمراء الريتس إلى الحرية بفدية مالية. تم سوء وفهم وتم تسويته، وأريد أن أبقى هنا لكي أنهي كل شيء ومن ثم أخرج والحياة تستمر. عقوبات الولايات المتحدة المالية لن تقتصر على حزب الله. قد تكون حسابات لأشخاص أجانب مسيحيين ربما لهم علاقة بطريقة أو بأخرى بتمويل، ربما تمويل تجاري عادي. مؤتمر سوتشي بلا المعارضة. كان قرار الهيئة بعدم القبول بالمشاركة في مؤتمر سوتشي. كان في فن الخبر نهاد طربي، مشوار الحياة انتهى. أنا اللي مشيت وياك مشوار الحياة، أنا اللي ذقت المر ما قلتش أنا. وكان في ترندز مونيكا تفسد نهار كلينتون. Manhattan ran into Bill Clinton. You're the best president, man. Trump gotta go. Trump gotta go, Bill Clinton. Trump gotta go. كان هذا كل شيء حتى الساعة. لمزيد من الأخبار تابعونا على موقعنا الجديد .tv، على الفيسبوك الجديد أونلاين، وعلى تويتر الجديد نيوز. أعود فألقاكم في نشرة 11:30. إلى اللقاء.